بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. ما من حسنة أيها الإخوة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى أعظم وأكبر من أن يقبل على ربه بإيمان صادق وتوحيد خالص، وما من سيئة أكبر وأفظع يقترفها العبد مثل أن يقبل على ربه مشركاً به جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمعوا أيها الإخوة لتعرفوا حسنة التوحيد إلى ما جاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واسمعوا أيضاً إلى ما جاء في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد من أمته إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع إلي سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخاض الصحابة في أولئك النفر، من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا مع الله غيره، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء تركوا الاسترقاء وهو طلب الرقية، وهو مباح، مباح أن تقول يا فلان ارقني، لكن الأفضل أن ترقي نفسك. وتركوا الاكتواء وهو مكروه، ويجوز أن تكتوي لكنه مكروه. وتركوا التطير الذي هو محرم، فجازاهم الله تعالى أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمعوا أيضا إلى ما جاء في مسند أحمد بسند جيد أن رجلاً سيخلصه الله يوم القيامة فيوضع له 99 سجلاً من الذنوب، كل سجل مد البصر من الذنوب، فيقال: يا فلان هل ظلمك الكتب الحافظون؟ فيقول: لا. فيقال: يا فلان هل تنكر هذه الذنوب؟ فيقول: لا. فيظن أنه قد هلك، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوزن هذه البطاقة بهذه السجلات العظيمة المليئة بالذنوب فتطيش بها هذه البطاقة. عكس ذلك أيها الإخوة الشرك أكبر الذنوب وأعظم الموبقات وأكبر الكبائر. هذا الشرك أيها الإخوة خافه إبراهيم الخليل على نفسه، ولك أن تتعجب يا أيها الأخ المبارك إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن يخشى على نفسه من الشرك، فما الحال بنا؟ يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه الشرك بعد أن خافه إبراهيم الخليل على نفسه؟ واسمعوا إلى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن أبي حاتم بسند جيد حتى تعلموا قدر خطورة الشرك. قال: الأنداد، يعني الشرك، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. الحديث أيها الإخوة، صور الشرك كثيرة، فمن الشرك الذي هو من نوع الشرك الأكبر طلب المدد والغوث من الأموات وسؤالهم النفع ودفع الضر من دون الله وصرف العبادة لغير الله، فإن هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله لعباده. من صور الشرك أيها الإخوة، وهو دون الأول وهو من أنواع الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، بالشرف، بالكعبة، بحياة فلان، بحياة الآباء، وكان هذا منتشر عند الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم. وحلف مرة عمر بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. من صور الحلف بغير الله، وهذه قد تخفى لبعض الناس، الحلف بالأمانة، يقول بعضهم: بذمتك، يقول: بذمتي. هذا حلف بغير الله، قد نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. فأحرف القسم الواو والباء والتاء، فينتبه الإنسان أن يقع في شيء من الشرك وهو لا يعلم. من صور الشرك أيها الإخوة تعليق التمائم،
شيء يضعونه على الأولاد أو على السيارات، بعضهم يضع رسمة عين أو يعلق حبالاً أو حتى يعلق شيئاً من القرآن، كل هذا لا يجوز. ولو كان المعلق من القرآن، نعم، ولو كان المعلق من القرآن. قال إبراهيم: كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن ومن غيره. في السنن أن من حديث عقبة أن نفراً بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا رجلاً واحداً، فقالوا: يا رسول الله، فلان لم تبايعه؟ فقال: إنه قد علق تميمة، فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الشرك أيها الإخوة التطير. بعض الناس عنده شيء من التطير، يتطير بدخول الأشهر إذا دخلت، أو يتطير بأصحاب العهاد، جلس بجانبه أعرج أو أعمى، أو يتطير بأحداثه التي تحصل له في اليوم، حصل له خسارة في يومه، أو حصل له مكروه لا يلبس ثوبه الذي حصل له بذلك اليوم، أو ربما حصل له حادث في شارع معين يتحاشى أن يمر بهذا الشارع مرة أخرى. كل هذا تطير، وخشية أن يصيبه ما أصاب من قبل، هذا من التطير الذي هو من عمل الجاهلية وضرب من أضرب الشرك. من صور الشرك أيضا أيها الإخوة، وهذا سلمكم الله، قد يكون عند بعض الناس الحلف بغير الله، وقد تقدم معنا، والتطير طلب البركة. من صور الشرك أيها الإخوة وضع شيء بقصد البركة. البركة لا يجوز للمسلم أن يتبرك بشيء يطلب منه منفعه وبركته إلا بدليل، هذا إذا دل عليه الدليل، أو كان هناك تجربة حسية معروفة عند أهل الاختصاص كالأدوية وغيرها لا بأس باستخدامها. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلب شيء بقصد التبرك إلا إذا دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أو دلت عليه التجربة المعروفة عند العلماء من أهل الاختصاص. فمثلاً الأدوية التي يتناولها الناس يطلبون بركة الشفاء منها، فهذه إذا كانت معلومة عند أهل الاختصاص يعرفونها، وهي هناك اتصال بين السبب والمسبب حتى نخرج من قضية السحر والشعوذة، فإن هذا لا بأس به. وأما طلب البركة بشيء لم يدل عليه الدليل فلا يجوز، وقد دل الدليل على أن ماء زمزم مبارك، وأن الحبة السوداء مباركة وفيها شفاء، وأن العسل فيه شفاء للناس. لكن يتنبه إلى أن ما جاء الدليل بطلب بركته إنما في تناوله، فلا يأتي أحد ويضع ماء زمزم في بيته أو في سيارته، أو وهذا قد سألني أحدهم، يضع الحبة السوداء يضرها على أطراف البيوت، لماذا؟ قال: تدفع العين. هذا لا يجوز، وإن كانت الحبة السوداء فيها دليل وماء زمزم فيه دليل والعسل فيه، لكن ذلك الدليل جاء بتناوله وليس باستخدامه أو اتخاذه، فليتنبه إلى ذلك أيها الإخوة. ونحرص جميعا على أن نتجنب الشرك صغيره وكبيره ظاهره باطنه، ليحرص الإنسان على التعلم، ومن لم يستطع فيسأل أهل العلم في أي أمر يشكل عليه حتى لا يقع في الشرك، لأن الشرك أيها الإخوة أعظم ما عصي الله تعالى به، كما أن التوحيد أعظم من ما 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 يعني أطاعه الطائعون به، فأعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك. أسأل الله يجعلنا من الموحدين حقا، جنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره ظاهره وباطنه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا ولاة أمرنا وعلمائنا من كل سوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.